منورين منورين. بس السؤال بيقول في ملك مصر طرد الفرس بعد 124 سنة في مصر هنا، اسمه ايه؟ ده كان قبل الميلاد. قبل الميلاد؟ اه. قول. أحمس. أحمس؟ لا. عرفت تقول ايه؟ فحطمس؟ مالك فحطمس؟ السؤال يا سؤالنا بعد 124 سنة في الاحتلال الفرس احتلوا مصر في انت قلت ايه؟ أحمس. لا. الفرس احتلوا مصر في ملك مصري هو اللي طردهم، ملك مصر هو اللي طلعهم. حطمس يا حمص. حطمس يا حمص. حطمس. مين اللي بيقول رمسيس؟ انا قلت اول واحد. لا في العتبه، مين راح عتبه؟ انا. ماشي. عتبه؟ عتبه؟ رمسيس. رمسيس. اميرتي. ها؟ اميرتي. اميرتي. رمسيس. استوري. انت عارف الاجابه؟ عتبه رمسيس رمسيس. لا لا ده في واحد جاب الاجابه اهو. انا قلت اول واحد. ثانية واحدة. ده اللي قالها ده. انا. انت قلت ايه؟ رمسيس. رمسيس؟ اه. قبل العتبه ولا بعد العتبه؟ رمسيس بعد العباسية. قبل العباسية؟ قبل العباسية. قبل العباسية. قبل العباسية. اه. طب هنا يا رمسيس حركت تقول ايه؟ انا مش هشارك. انا قلت حطمس. حطمس حركت تقول ايه؟ حطمس. مين؟ السؤال وهيجيبه. طب احمس. حركت تقول ايه؟ حطمس. على الموبايل. لا لا لا. تعالى حضرتك. التوأم دول معاك؟ لا لا. انت جاي مع مين هنا؟ لوحدك؟ الجايزة شكلها جت هنا. هدوء هدوء. عندنا. انا. في واحد اثنين ثلاثة. السؤال. انا عيد بس تاني كده عشان ايه نذكر. احنا بنسأل وسؤالنا النهاردة واحنا هدفنا ان احنا بنقول بعض معلومات تاريخية. بنسأل نقول الفرس احتلوا مصر لمدة 124 سنة. ملك مصري في الاسرة 28 بعد 6 سنوات طردهم من مصر. حضرتك قلت مين؟ حطمس. وحضرتك قلت مين؟ رمسيس. ولا الاسعاف؟ لا انا قلت رمسيس. اقول احمد. لا انت قلت الاسعاف الاول. والله ابدا. ولا التحرير؟ قلت رمسيس. لا لا ثانيه واحده. قلت مين؟ إيه؟ رمسيس. رمسيس. قلت اميرتي. ها؟ ملك اميرتي. انت بتقولها كده؟ ثانيه واحده بس. خلاص في ايه؟ ملك كمبيز الثالث. مين؟ كمبيز الثالث. كمبيز. تعالى اقعد جنبي بس تطلع معانا في الكاميرا. الملك مين؟ كمبيز الثالث. كمبيز الثالث؟ اه. حضرتك بتقول ايه بقى؟ اميرتي. وليه اميرتيوس برضه هو ليه اكتر من اسم لكن ده في الاسره 28 ولمده 6 سنين من حوالي 404 ل 398 قبل الميلاد. قبل الميلاد الفرس احتلوا مصر 128 سنه ولا 124 سنه طلعهم بره. الملك ده اسمه ايه؟ اميرتي. اميرتي. وانت بتقولها كده ولا انا اداب تاريخ يعني؟ تعجبي اداب تاريخ والله. في جامعه ايه؟ ايه عين شمس. وانت حضرتك قلت ايه؟ انا قلت رمسيس. قول له مبروك هو كسب. كسب ايه؟ مبروك كسب. كريم عامر محمد كلام من ذهب. المبلغ اللي بياخده لو خدت مبلغ كبير هتعمل بيه ايه بقى؟ اقول له زعلت. هبني جمعيه خيريه. جمعيه خيريه. جمعيه خيريه. الجايزه 100,000 جنيه. لا 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 100,000 جنيه بياخدها كريم. وانا انا الشخص. خد اهو. الحمد لله فاهم على الجايزه اللي انا كسبتها فاهم، وانا عشان كنت ماشي في الشارع فاهم وكسبت الجايزه عشان جاوبت على سؤال. فبس يعني وبشكر سياده الرئيس على الجايزه اللي انا كسبتها دي.